نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هذه الحاله حاله من حالات التسلل المركبه. حالات من الحالات التسلل حاله صعبه جدا جدا كابتن ايمن. هنقف بس راحه اللمس، لحظه اللمس. هرجع تاني معلش، هرجع تاني معلش، هرجع هنا لحظه اللمس. كل دي كره ثابته وهنا المساعد هنا بس. ارجع تاني سنه بس صغيره. هنا الموقف هنا كابتن سليم جدا جدا جدا، ما عنديش تسلل. اخر مدافع من الاتحاد هو هنا مغطي. دي اتلعبت مرتين، يعني هنا لو هي راحت مره واحده جون من هنا ما كانش عندي مشكله، ولكن هنا في اللعبه الثانيه هنا المهاجم اللي هو زميل اللاعب اللي هو بدر بنون، هنا يمكن بدر سابق بجزء من القدم طبقا للقانون. هنا الحكم هاني خيري صعبه جدا جدا ان هو يعني يكتشف. ايوه يكتشف. وهنا هاني خيري امر باستمرار اللعب ورجعنا للفار. دي حاجه الوقائع اللي هي مكانيه الحقيقيه للفار اللي هو بيدخل فيها، وبالتالي هنا كان القرار صحيح. اخر حاله عندنا، وانا بس هبين حاجه مهمه جدا يا كابتن ايمن، يعني اللي احنا قلناه في البدايه، نشوف حاجه من ورا، نشوف 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 التحرك، نشوف التحرك هو جاي هنا ازاي. وبعدين عمل تكنيك في تنويع في اسلوب الجري، خرج من محيط اللعب وابتدى يرجع تاني. يعني انت بتعمل هجوم معاكس وبترجع تاني في الكونتر اتاك، ترجع تاني تبقى مع التحرك، تحرك وتمركز وقراءه جيده للمباراه. ده اللي احنا عاوزين نشوفه كابتن احمد. صحيح. في الحكام يعني من فضلك لو سمحت، هو ده المستوى اللي احنا نتمنى الحكام. صحيح. كلها تبقى تشتغل عليه، او حكام بمناسبه